حياكم مشاهدينا من جديد، ولكن لاستقبال ضيفتنا لهذا اليوم نطلع تقرير نتعرف عليها أكثر وبعدها راجعين لكم. احتفالا بيوم العالم الذي يصادف 3 شهر تشرين الثاني من كل عام ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، أطلقت مؤسسة وطنية الإمارات فعاليات مهرجان الفن التشكيلي العربي في نسخته الثانية لرفع العلم الإماراتي عالياً. المهرجان سيبقى نمبر 1 في كل أنحاء العالم إذا كان أقيم في الإمارات أو أقيم في دولة أخرى، لكن التزمنا بيوم العلم في كل سنة سيكون في دولة الإمارات العربية احتراماً إلى هذه المناسبة الكبيرة ومشاركة الشعب الإماراتي العظيم بهذه المناسبة الكبيرة. وفي هذا اليوم التاريخي يتعاون الفنانون التشكيليون لدعم المسيرة الإبداعية الفنية، حيث تعد الإمارات الدولة السباقة في فتح أبواب الفن في مجالاته المختلفة. نحن نيجي الإمارات في المهرجان التشكيلي العربي، تعتبر فاعلية دولية. الأول هي كانت قومية، دلوقتي أصبحت دولية. مهم قوي إن الفنانين يتجمعوا، وفي يوم العلم يعني مناسبة هي مهرجان الفن التشكيلي، طبعا برعاية مؤسسة وطني، إلى جانب إن هو يوم العلم، فدي حاجة لها قيمة بالنسبة لدولة الإمارات شقيقة. هذا المهرجان الأول من نوعه عربياً، حرص الفنانون على المشاركة رمزاً للوحدة والولاء والتلاحم، فضلاً عن تعريف الغرب القيم الإبداعية العربية. المشاركة العربية كتير مهمة، لأنه بتجمع كل الفنانين من دول، من لبنان، عنا من العراق، من كذا دولة، من دبي، من كل الدول، فكتير مهم لتبادل الثقافة بين الدول، لتعريف أكتر عن فنون كل فنان للطرف الآخر، للفنان الآخر، للبلد اللي نحن عم نكون فيه، لنعرف كمان البلد، الستيل، جونا، جو كل فنان، ستيله، يمكن الجو أو التراث اللي ماخده من بلده ليتواجد بالمعرض. لوحات فنية عديدة تمثل تماسك الأمة العربية في شؤون الحياة لمواصلة رسالة إننا لسنا إمارات، نحن دولة الإمارات. يوم يجتمع فيه العديد من الفنانين العرب تقديرا وتكريما لإنجازات الإمارات الإبداعية لشعبها ولعدد من الدول العربية. أمان العبوشي، قناة الفجيرة، غرفة الصناعة والتجارة، دبي. إذن مشاهدينا، عدنا من جديد لضيفتنا لهذا اليوم الفنانة التشكيلية وأيضا هي مهندسة ديكور زينة رمال. صباح الخير ويعطيك ألف عافية لوجودك معنا اليوم. شكرا. طبعا احنا تعبنا الاستديو، لكن في لسه بعد أظن إن في البيت أكثر من الجواز، لكن نتكلم شوي عن زينة رمال بالبداية. عرفينا عن نفسك. بالبداية بقول صباح الخير أسرة البروغرام، برنامج مرسيو، ولكل اللي عم يحضرونا. تواجدي بدبي حاليا لمعرض الفن التشكيلي العربي، كان معرض كتير ضخم، خلص من أيام معدودة يعني. كان يتضمن كتير فنانين من أكثر من دولة عربية، حوالي 162 فنان. فمثل ما شفنا بالريبورتاج بالأول، شكرا للتغطية للمؤتمر بغرفة التجارة، بضم كثير من اعمال الفنانين المنوعه، يعني تنوع كثير كبير باللوحات، بالستيل الفني، بالتبادل الثقافي بين الدول، يعني فنانين من لبنان، من العراق، من السعوديه، من كل الدول العربيه. هذا انت عن مشاركتك في مهرجان الفن التشكيلي، ولكن كزينة رمال يعني بدايتها بالفن وايضا في الرسومات، وما يعني الفن بشكل عام اللي انت تقتبسينه او تتقنينه، نتكلم عنه. الفن بشكل عام، اكيد اللي بحب الرسم بكون بيعرف كثير قصص بهيدا المجال، مثل الاشغال الحرفيه، بالاضافه انا كوني مهندسه ديكور، فبجمع بالاثنين، يعني بحاول ادخل الرسم احيانا بمشاريع الهندسيه، وبالاضافه كمان للشغل الحرفي بياخذ حيز كثير كبير من من شغلي، فاكيد كله بكمل بعضه، بس بضل الواحد عنده ميول او شغف كثير يعني بوحده من الثلاثه يعني. صحيح. ولكن استاذه زينه، يعني انت تتمتعين في موهبه في الفن التشكيلي والديكور، متى اكتشفتي هذه الموهبه وكيف كان الدعم من الاهل؟
اكيد في دعم كثير كبير. يعني بالنسبه للرسم او الاشغال كل هيدي القصص اللي ببلش الطفل من هو صغير يعملها من عمر صغير، يعني انا بذكر من 5 سنين 7 سنين كل شيء هيك فن، كل شيء بنقدر الواحد يجيبه ويركبه يلون. صحيح. فكتير كنت حب هاي القصص من عمر صغير. اكيد بالجامعه كمان مارست الرسم ودرست الهندسه الداخليه. يعني انا عامله ماجستير وليسانس بالهندسه الداخليه. فكمان بكملوا بعضهم، يعني ما قطعت. أيه. بالاضافه كمان لشغفي الكثير انا، يعني هي بحسها سعادتي هي على الارض بالمجال المهني. هي استلامي للورش، يعني انا بنزل على السايت مع العمال مع جميل. صحيح. فبكون على الارض كمهندسه بفصل، يعني بتصيري تقدري تمسي هالاشياء. صح، انه على الارض على السايت كمهندسه موجوده بالرسم كرسم بالارتيزانال اللي بعلمهم حتى بالبرامج التلفزيونيه كمان، يعني كل واحد بعطي حقه. جميل. ماذا أضاف إليك اللي هو الفن التشكيلي لإلي كمهندسة؟ أكيد بيساعد كتير كتير، يعني إذا الفنان إذا المهندس منه فنان تشكيلي أكيد يعني بيمشي الحال بكل شيء. في حالة ربط قوية، يعني علاقة خليني نقول طردية. صح، إذا كان هو رسام أو فنان تشكيلي بيساعده كتير من ناحية إذا قاعد مع الكلاين تبعه الزبون بيعمل سكتش، يعني بيعمل له رسمة سريعة هو قاعد مع الزبون. إيه؟ كتير بتساعد، يعني بتسهل أمور كتير، فرق ما يكون بس الشخص على الكمبيوتر مثل ما هلأ العصر. صحيح. كله ماشي. فكتير بتساعد وبتعطي كمان حلاوة يعني للشغل. ما فينا نطلع نحن غرفة مثل هلأ الإضاءة بالاستوديو. إيه؟ نعطيها الإفيه الحقيقي للقطعة. صحيح. بس على الكمبيوتر، فبيساعد كتير كتير مهم. صحيح. يعني بالشغل. ولكن لو تكلمينا أكثر عن مهرجان الفن التشكيلي الثاني. مهرجان الفن التشكيلي الثاني هو بالأول معرض كان بالأردن والثاني صار بدبي. مثل ما قلنا صار من أيام كان افتتاحه، ضم كتير أعمال فنانين تجريدي كلاسيك. أنا عرضت أعمال تجريدي. قطعت الصورة اللي قبل كانت مع الدكتور تامر الناصري. نرجع للصورة ونتكلم عنها. بس نرجع للصورة اللي هون عاملين على الصورة الأعمال اللي فوق عند الطبيعة بطريقة. أيه. تجريدي أبستري منا حقيقة. الألوان اللي ألوانها أحمر هي اللوحتين. أيه. اللي حد بعضهم. ليه اخترتي الألوان الحمراء بالطبيعة؟ حبيت أعكس على اختلاف الطبيعة. صح. أيه. حبيت أعكس شوي مثل العادة بناخذ ألوان الطبيعة الحقيقة كيف هي أخضر والأزرق. فعكست هذا الشيء بالألوان، غيرت شوي حتى. جميل. إذا بنشوفها اللوحة بعتقد هي موجودة معنا باستوديو على الطبيعة. أيه. الإفيه تبعها غير، يعني بتجي نافرة. صح. اللوحة الثانية مودرن كمان، واحنا برضو عم نشوفها هي اللوحة نفسها على الشاشة. صح، هون الأعمال الأخرى التجريدية. جميل. لما على فكرة يعني الفن التشكيلي والرسم يعطي قصة أو يوحي خيالات مصطنعة، فما الخيال اللي رسمتيه في وجود شخصين مختلفين في الصورة؟ صح، في شخصين مختلفين، وعلى فكرة هيدي اللوحة كتير أشخاص وخاصة مصممين. صح. أزياء. إيه؟ يعني كل ما يشوفوا اللوحة بيفكروا أنه هي لدار أزياء. بس هي فيها فكرة معينة أنا فيني ما أشرحها للشخص، يعني كل واحد حيفكر فيها لأبعاد. أكيد. ممكن أنا أعكس الموضوع إذا في حزن معين أعكسه بفرح بألوان. يعني لو نرجع للصورة اللي قبلها اللي هي فيها وجود شخصين، فيها كرسي فاضي. ايه، وكرسي فاضي. يعني مثلا أنا كمشاهد للصورة ممكن إني أعتقد إن هذا الشخص يعني هناك، هذه جهة الشخص من الخلف وهي جهة الشخص. صح. من الأمام. هل توحي ل لا يعني خلينا نقول لشخص معين إن عنده صفة معينة إن هو فيها إن شخص في وجهين أو شخص في أشخاص فيها تكون هي نفس الشخص بأفكاره كيف للقدام الأفكار. أيه. لورا. هيدي الدائرة هي فيها تكون هي أنا بقصد فيها هي دائرة الحياة، يعني. أيه. هيدا موضوع في شيء هيك، في شيء شخصي بهيدي الفكرة. أيه. فأنا ما عكسته بطريقة مثل ما هو على الأرض. أيه. عكسته بألوان فرحة وبفكرة تأخذ كل واحد لأبعاد، يعني يفكر فيها على طريقته. ووضعي كمان للكرسي كمان ما اجى عشوائي. يعني كمان انا كنت عم برسم اللوحه وحطيت الكرسي كمان يعني بمناسبه معينه مع اللوحه. فلها قصه معينه. انا بفضل المشاهد ما يعني حتى ما اقول اذا هي فكره حزينه او فكره فرحه، فبعكسها بالوان فرحه. صحيح. بصير المشاهد لما يطلع فيها كل واحد بصير خيالات معينه. صح. بيتخيل قصه معينه. استاذة زينة، يعني بما انك انت لك مشاركات في المهرجانات العالميه وعدي هي عديد من المهرجانات، ولكن
ماذا أضافت المهرجانات العربية لزينة رمال؟ المهرجانات العربية أكيد كتير مهمة. أنا بدبي أول مشاركة عربية. مثل ما سبق وقلنا التعرف على الفنانين، يعني أنا هون بالمناسبة بوجه تحية وشكر بالأول دكتور ناصر اللي قدر يعني منظم المهرجان اللي قدر جمع كل هيدي الفنانين. قدرنا نتعرف على بعض أكثر، يعني في فنانين كنا على طول بس على التليفون نعرف بعض، أكيد بالهلا الواتساب والجروبات الفنيه. أيه. الفنانين جميل. كلنا على تعارف من اكثر من سنه وسنتين، بس تواجدنا كلنا على الارض بهيدا المعرض. فشي كثير حلو للتبادل الثقافي بالفنون، بطريقه كل فنان قد ايه بيكتسب الواحد من الثاني، مواضيع الفنيه اللي كنا نعملها، المناقشات، يعني كثير استفدنا على الارض. وهون بحب وجه بس تحيه للوحات اللي تحت لوحاتي انا. في لوحه كبيره هي تحت اللوحات للفنان حسين عيسى، كمان بوجه له تحية، هيدا فنان من البحرين. جميل. ما عندي يعني في أفكار موجودة بكل لوحة بكل الصور. صح. كل فنان أكيد مثل ما قلنا عارض لوحات. هلا أنا هون حبيت أعرض معرض الشيء الشرقي، إذا ملاحظين يعني التراث أو مثل ما معروف بالدول العربية بنحب نعرض. حبيت أعمل عكس شوي المعارض اللي قبل. إيه؟ يعني بمعارض بأوروبا ما بعمل نفس، بحاول أعمل ميكس بين الاثنين. جميل. طب نتحدث شوي عن مشاركاتك الخارجية، يعني لدول أوروبا ومشاركتك مثل ما تفضلتي في فرنسا، وإحنا حاب أنا أعرف سر الميدالية اللي لابستيها. أي صح. على المعرض أنا قبل وصولي لدبي كنت مسافرة على فرنسا. عندي معرض كان بقصر، هلا هو المعرض اللي صار هو بس لسكان فرنسا، بكون لسكان أونجي بفرنسا، منطقة أونجي. فبيرشحوا كل سنة فنان من دولة عربية أو فنانين، فتم السنة اختياري وترشحت عليه. بدل ما يكون في فنانين صار في فنان واحد أنا، وقالكوا كلمة كمان بالافتتاح، فشي كتير كتير مهم. كنت أنا وفنانة لبنانية موجودة هونيك، كمان بوجه لها تحية لولو وكوا، هي أنا وياها اللبنانية الوحيدين يعني ترشحت عن البلد. صح. وانقبلت للقصر. هو بمنطقه لادوتر بانجي مثل ما قلنا، تابع اكيد لدوله فرنسا للبلديه، ضم فنانين كثير اجانب. كمان هيدي شغله كثير مهمه، نتعرف على الحضارات الاجنبيه بين الفنانين، يعني بتشوف الفنان الفرنسي الاسباني. صحيح. فشي كثير حلو. بمعرض فرنسا هو اسمه مون فوازان لارتيست القصر ومكان المعرض، حبيت اعرض مثل اللوحه اللي هلا قطعت عم تقطع على الشاشه. احنا هاي اللوحه اللي عم تقطع على الشاشه اللي شاركتي فيها بدنا نتكلم عنها. صح. شوي هيدي كلاسيك. هون حبيت اعرض بمعرضي شيء شرقي ليفرجي نحن التراث الشرقي، ان كان من دول عربيه او من لبنان، بما انه انا كنت يعني عم مثل بلدي فيه لانه من لبنان، فحبيت اعرض البيوت الشرقي، البيت اللبناني. في اكثر من عمل كان شرقي، في لوحات زيتيه الستيل المراه اللبنانيه او العربيه اللي بتكون لوحات بالطبيعه. لوحه مع العود مع البزق، يعني هيدي اللوحه اللي عم نحكي جميل. عنها. هاي اللوحه لماذا توحي ايضا؟ هيدا ستيل شرقي، ستيل العبايه الشرقيه البزق. كمان لوحه ثانيه نفس الروح، عملت ميكس بين الشرقي والمودرن، يعني فرجيت المودرن والشرقي. بمعرض دبي ما عرضت كثير كلاسيك لانه نحن اوريدي بنعرف هيدا، يعني هيدا مثل ما بيقولوا جاري بدمنا والدول العربيه. صحيح. الاشياء التراثيه الجمال اكيد. جميله الصوره هاي، توحي للمراه العربيه يعني. هلا اكيد بنرق صور من معرض فرنسا. بيبين الشغل اكثر. احنا اكيد عندنا صور من معرض مشاركتك في معرض فرنسا، وتم تكريمك في هذا المعرض. نتحدث يعني عن النهايات. صح. اللي كنت عم تسألي عن الميدالية. الميدالية بمعرض بفرنسا أكيد حصلنا على شهادة وتكريم بالآخر، وتوجه لي كلمة لأنه رحت خصيصا على أونجي كرمال المعرض. فبتشكر أكيد يعني كل المنظمين والمعرض اللي صار. وكمان بالإضافة أنه كان لنفرج الخبر هذا اللي نزل على هيدي بمجلة، كمان مجلة جريدة فرنسية. سوري. كمان حديث في مجلة لاكوريه. الحديث كمان ليه أنا رحت على فرنسا، وشو اللي يعني ليه رحت أنا على فرنسا لمشاركتي للقصر. كمان بالصحافة الفرنسية. كمان هيدي كانت أول تجربة. أكيد عندي قبل مشاركة بسيطة بسويسرا كانت، بس كصحافة فرنسية كانت أول. جميل. أول خطوة كصحافة.
هاي بالنسبة للمعرض القصر. الميدالية بأول معرض فرنسا. إيه. أوكي. هيدي المعرض كان قبل معرض القصر. هي أول مشاركة لك في فرنسا. أول مشاركة صح. كمان قبل بشهر. يعني هيدا الصيف كان عندي. كان عندك مشاركات عديدة عالمية. صح. بأول واحد بفرنسا كان من لكل الدول العربية. الحلو فيه إنه كان بباريس بجاليري. مش مثل هيدا بقصر من قبل شيء من دولة منظم هونيك بجاليري يعني دوما فنانين عرب من كل الدول في كمان أجانب بس كمان كنت أنا الوحيدة اللبنانية بقلب المعرض هو بصراحة يعني هناك القليل من الأشخاص اللي ممكن يعني لديهم هم المواهب في الفن التشكيلي والرسم أيضا ولكن القليل من أنه يلتجئ للمشاركة في الخارج هذا هو التمسك وحب وإرادة أيضا لموهبتك وتمسكي فيها وتعلقك انك تشاركي خارج المشاركه كثير مهمه برا يعني حتى مش للمشاركه كلوحات انه يقدر الواحد يشارك لوحه او في ناس بتفكر انه مشاركه او مبيع او كذا ايه؟ لا المشاركه مع يعني الناظر للوحه الاطفال اللي بتجي لعندك اوقات في مدارس يجوا نعمل لهم حوارات حول الموضوع يعني كيف تاسست اللوحه صحيح. كيف انعملت العنصر كمان الأشخاص اللي بيجوا ما في أعمار محددة يعني أيه. عندك الأعمار الصغيرة وعندك العمر اللي كتير كبير هيدا الشيء كمان بيميز الدول الأجنبية شوي عن الدول العربية لأنه صحيح. في اهتمام بيكون شوي زيادة خلينا نقولها هيك على العالم أيه لأنه صحيح. كتير بيحبوا هيدا أنواع الفنون فبتلاقي ما في عمر بتلاقي شخص بيجي لعندك كتير كبير بالعمر بتتفاجئ عم يسألك عن لوحة عن شو بتعني بهيدي اللوحة كذا فالتجاوب العالم كتير حلو وقديه عم بحبوا اللوحات هيدا بيقوي فيك المشاركة أيه. لبعدين صحيح صحيح ولكن يعني بعد هذه كل الإنجازات والجوائز التي حصلت عليها زينة رمال شو راح يكون الجديد بعد ذلك؟ هلأ الجديد أكيد بما أنه واحد صار يطلع معارض خارجية وهيك بيكتسب كتير من الخبرة وبيزيدوا كمان لمشاركات بعد أوسع يمكن ببلدان تاني يمكن بفرنسا نفسها بلبنان أكيد بلبنان أنا دايماً بشارك يعني ما بقطع أبداً من 2005 أنا بشارك بلبنان يعني معارض رسم بالإضافة بعلم مادة الفنون أنا بالمدارس جميل بمدارس يعني مادة الفنون التشكيلية فبلبنان عندي أكيد هلأ بعد زيارتي لدبي معرض بفورم دي بيروت هو مركز كتير كبير بلبنان كمان بضم كتير أعمال فنية وعن الديكور وهالأمور كلها بس هيدي الميدالية حبيت أذكر من أول معرض مش من تاني معرض أي من أول معرض أول معرض بباريس ذكرتي أنت بالإضافة في البداية للشهادة والدرع بالدرع بمعرض دبي معرض دبي اكيد اللي كنا فيه هيدا الشهادات لحد هلا هيدي القصه هيدي القصه هيدي الحكايه هيدي الشهاده هذا المهرجان الفني التشكيلي العربي الثاني اللي ايضا حصل في الامارات صح هاي شهاده الشكر والتقدير شهاده التقدير من الاكيد منظمه وطني الامارات اللي برعايته جميل واللي ايضا حطي على درع من نفس المهرجان اكيد وبالاضافه كمان بتوزع بكل المعرض كمان كتالوج اكيد للمهرجان باعمال الفنانين وكل واعمالك داخل الكتالوج محفوظ صح ولكن انا عندي سؤال يثير فضولي انا شخصيا يعني في مجال الفن التشكيلي يعني توجد لوحات بسيطه جدا يعني يمكن لربما عند البعض لا تعني شيء مجرد مثلث او دائره او ولكن تباع بمبالغ جدا ضخمه ويمكن يعني تعجب الكثير من الفنانين التشكيليين فشو السر في هذا الموضوع؟ في لوحات كثير اوقات الشخص العادي بيطلع عليها بقول ممكن انه هيدا الفنان شو عارض صحيح. يعني شو عامل الفنان في هي بلحظات معينه مثل نحن بمعرض المهرجان الفن التشكيلي اوكي سيمبوزيوم يعني رسم لايف بمنطقه القصبه واللوحات بتبقى للسيمبوزيوم نحن بهي الحاله اوقات بنكون عم نرسم بتطلع معنا دربه لونيه دربه معينه فمثل ما عم بتقول حضرتك انه شو هيدي الدربه بتكون بحاله معينه بلحظه معينه رسمتها بتعني يعني بتعني فيها فكره معينه مش انه بس هيك الوان في فكره ما في لوحه بتنعمل من دون فكره يعني انه الوان في تاتش معين في دربه معينه ممكن يكون الشخص ظاهره بطريقه منا واضحه بس في وراها اذا بتطلع فيها في وراها يعني الاشخاص اللي ما عندهم خبره او
خلفية عن الفن التشكيلي يشوفها شيء جدا عادي. إذا رجعنا يعني نظرنا مثلا مرة ثانية بيرجع الواحد بيشوف هيدا الشيء. بس بحب أعلق على شغلة قبل ما يدهمنا الوقت، لأن سبق وسألتني عن تشجيعي ودعمي من الأهل. أكيد أنا بوجه تحية لأهلي كلهم اللي كمان بيدعموني وبيشجعوني، خاصة الوالد اللي هو عندي بالدنيا كلها وأكيد الوالدة. فدايما هيك بنعمل اجتماعات فنية والمعارض وكذا، فكتير بيشجعني كمان على مشاركاتي. كمان تحية خاصة لعمتي هي بالشرق كمان مشجعيني وبتحب الفنون كلها يعني الأشغال والرسم. أي أكيد فنان لازم يحظى في تشجيع من الأهل أكيد، وهو يكون الدافع الأول أو الخطة الأولى لهذا الفنان. من دون الأهل نحن ولا شيء. أكيد أكبر تحية أكيد لألهم. زينة رمال شكرا لوجودك معنا لليوم، وبالتوفيق يا رب مزيد من الخطى من التقدم والنجاح، وأحييك على وطنيتك من لبنان. ودايما علم لبنان كان مرافقنا بفرنسا، دايما كل يعني علام الدول العربيه مرفوعه. صح اكيد يعني كل الاعلام، مع انه انا كنت عم مثل لبنان اكيد كان متواجد معي حتى بالمعرض اعلام دبي واعلام مثل فرنسا ما لاحظنا في الصور. صح اكيد صح. علم لبنان وعلم الامارات ايضا واحد، والله يحفظ بلادنا العربيه. اذا مشاهدينا ننتقل لاستكمال مشوارنا الصباحي، ننتقل الى فاصل وسنعود.